حضراتكم طيبين وسنة دراسية سعيدة على أولادنا وعلينا إن شاء الله. النهارده الريفيو بتاعنا هنتكلم عن لانش بوكس المدارس. كل سنة وحضراتكم بخير. هنتكلم عن لانش بوكس بجزازة من إنتاج مصنع لمسة، وفي معانا من مصنع الأندلس، وفي جزاز مية. هنشوف كله بالتفصيل وبالأسعار عشان محدش يغشنا بالنسبة لموضوع الأسعار. هنتكلم على الأسعار وإحنا موجودة عندنا ومتاح من داخل معرض منزلي للادوات المنزليه، في اكتر من شكل واكتر من ستايل، هنتعرف عليهم بالاسعار مع بعض. صلوا بينا على النبي ويلا بينا نبدا. اول حاجه معانا لانشات من انتاج مصنع لمسه، في اكتر من شكل ومتاحه معانا بالواناتهم. شكل زي كده موجود معانا في معرض منزلي للادوات المنزليه ب 35 جنيه، ده اول شكل. الشكل الثاني اللي بعده 35 جنيه برضه. ده شكل ثالث معانا مقسم ما شاء الله ب 35 جنيه، أي شكل من الأشكال دي يا جماعة ب 35 جنيه. نشوف اللي بعديه برضو، ده 35 جنيه ومتاح بألوانه، ما شاء الله جميل جدا، منتجات لمسة معروفة وخامتها ما شاء الله معروفة، أي شكل من الأشكال دي يا جماعة ب 35 جنيه. أي شكل من أشكال اللانش ده ب 35 جنيه، ما شاء الله من داخل معرض وجاليري منزلي للأدوات المنزلية. يلا نشوف اللي بعده. نشوف كمان اللانش بوكس من إنتاج مصنع الأندلس، في حاجة زي كده بسعر 15 جنيه، ده ب 15 جنيه من مصنع الأندلس، وفي حاجة زي كده ب 35، وفي برضو الشكل ده من مصنع الأندلس ب 35 جنيه دورين، شغل الأندلس ب 35 جنيه، ب 35 جنيه ودي ب 15 جنيه، تمام يا جماعة. نشوف بعد كده باقي الأشكال اللي معانا. نشوف منتجات مصنع ماكس معانا، أول شكل من شكل اللانشات من مصنع ماكس ده عامل 25 جنيه، في اللي بعديه ده ب 35 جنيه، وفي الحجم اللي هو الدورين ده ما شاء الله عليه جميل جدا وخامته عالية جدا ما شاء الله، وفي منه جميع الألوان في معرض منزلي، ده ب 50 جنيه. دي أسعار لانشات مصنع ماكس. لو هتشتري اللانش لوحده والجزازة لوحديها فإحنا معانا أكتر من شكل للجزايز، أي جزازة من دول ب 15 جنيه ما شاء الله، أي شكل من الجزاز دي السيليكون 15 برضو، أي شكل من أي مصنع ماكس أو غيره، أي شكل من دول ب 15 جنيه. كل سنة وانتم طيبين وعام دراسي سعيد علينا وعلى أولادنا إن شاء الله. بنتمنى من كل الناس تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد من داخل معرض وجاليري منزلي للأدوات المنزلية. سنة سعيدة عليكم ونشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.